زادت عبادة الصبر لدرجة أن رسالة الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة وإلى المؤمنين. يا رسول الله اسمعوا يا إخواننا اسمعوا كويس، يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على الحاجتين الأمرين، على ما كذبوا وأوذوا، على التكذيب لدعوتهم، انت كذاب ودعوتك مش صحيحة، والإيذاء اللي هو الضرب والتعذيب والقتل والتهديم والتهجير وما إلى ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا، النصر قادم لكن لابد أن يمر بمرحلة. يقول تعالى في ختام هذه الآية وما أروعها ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اسمع الآية على بعضها بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جواب ورسالة هي بعت لك جواب، ولقد كذبت رسل من قبلك على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الواقعة دي السنة دي مش هتتغير، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فأصبحت عبادة الصبر وعزيمة الصبر شأن الأمة. اصبروا صبرا آل ياسر، أنا شايفكم بتتقطعوا وصعبان علي ونفسي أعمل لكم حاجة وما عنديش حاجة أعملها، فصبرا رأس مال الدعوة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كما ولدت عقيدة الاستهانة وعبادة الصبر ولد حب عاطفة. يا إخوة يبقى عقيدة وعبادة وعاطفة، ولدت عاطفة هائلة دافقة، عاطفة مشتعلة حبا للإيمان، حب للإيمان، لأنه اللي أنا كل هذا الذي قلته لكم الآن ومن قبل لا يمكن أن يفعله إنسان تكلفا. يا سلام، لا يمكن أن يفعله الإنسان تكلفا أو تزيدا أو يعني يقول والله الشيخ اللي في التلفزيون قال اعملوا كده استهينوا فنستهين، ما ينفعش. بسم الله. فأقول يا إخواني نعم، ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت أيضا عاطفة. هذه العاطفة هي حب الإيمان. قبل ما استهين بالعذاب، قبل ما أصبر، لازم يكون في شيء تحقق داخل قلبي جعلني محبا للإيمان. اسمع كده، مش أنا ضربت لكم المثل بشعيب، شعيب بيقولوا له شعيب بيقولوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال أرهطي أعز عليكم من، قال يا قوم أرهطي يعني عيلتي، الرهط يعني العيلة، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا. طيب شعيب ده لما تيجي تسمع ماذا قال في حب الإيمان تجده يقول في إباء وشمم، يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها.